الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. سلمى مولي، رئيسة الجامعة التونسية للتنس. أنا اليوم فرحانة برشا بوجودي في نادي التنس بالقيروان. هذا النادي اللي قاعد ينجب في أبطال صغار، بيبينيغ اليوم ولا نادي تنس بالقيروان. وكذلك كما تعرفوا عنا عضو معنا في المكتب الجامعي سي البرهومي، دونك هذه فرصة ليا وأنا فخورة برشا اللي موجودة في الدورة هذه، والصغيرات اللي قاعدين يلعبوا avec beaucoup de détermination. كذلك كما تشوف التنس هي لعبة تستقطب برشا صغار، وكذلك الأولياء يسون انفيستي باش يحسنوا مردود ولادهم ومضحين برشا برشا. كجامعة تونسية للتنس الحقيقة نحبوا نعاونوا برشا النادي هذا، لكن كما تشوفوا لهنا مالوغوزمون الانفراستركتور صغيرة. إن شاء الله نرقاو حل مع سلطة الإشراف باش أنها تصير إكستنسيون من هنا. والحقيقة فيو كو سي أن كلوب كي برودوي دي شامبيون، إي سي أن كلوب معناتها عنده سنين، عنده أكثر من 4-5 سنين ومتنفس جيدة للجهة. الأولياء يجيو يرقاو وين يقعدوا، يعني أبعاد كبيرة في النادي هذا. ان شاء الله كان يعطيكم الارض، وان شاء الله في نسعى مع سيد وزير الرياضه اللي هو يشجع في الرياضات كل، واللي اليوم دور الشباب نتصور يرجع لوزارتنا، وان شاء الله الجامعه تعاونكم بيان سور غاديكا بالتيران. فما حياه النادي ولا مزيان، لي كور معناتها كثروا، اكسبلواتاسيون معناتها 100% معناتها دو ليسباس باران في لوغمونتاسيون دو لانكسيتي، وكذلك يطيح في الاستيم دو سوا. انا من دون اولياء ما نجموش نصنعوا ابطال. اولياء هما لو مايون فور معناتها، هما اللي يضحي وهما اللي يهزوا للدورات، هما اللي يقفوا مع اولادهم. دونك الحقيقه لعبه شيقه، ماذا بيا حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا يقيدوا ولادهم في التنس. التنس سي ان سبور بور لا في، يتلعب من اللي عمره 4 لين عمره 90 سنه نقولها، خاطر هذا هو الموجود في العالم. الاولياء من غيرهم ما نجموش نعيشوا، من غيرهم ما نجموش نطوروا اللعبه، لكن كونترولي فو ايموسيون. ماهر بغنيمي مدير فني بتنس بالقروان، اليوم نحتضنوا دورة الوطنية للأصاغر أقل من 12 سنة. دورة ذي تحتضن أكثر من 190 مشارك ومشاركة من مختلف التراب الجمهورية. اليوم نلقاو أحسن صغيرات عنا على كل الأصناف مشاركين في الدورة، ونتمنى إن شاء الله حظ موفق للصغيرات الكل. بعد رمضان إن شاء الله نادي تنس بالقيروان لأول مرة باش يحتضن الدورة الدولية اي تي اف جونيور أقل من 18 سنة، باش نشوفوا لاعبين من طراز عالمي من مختلف أنحاء العالم باش يجيو لأول مرة لهنا في القروان. دونك الانفستيسمون هذايا ما جاش من فراغ، وراه خدمة كبيرة، وإن شاء الله معناها اللعبة هذه تقوم بإشاعة كبير ودعوة للناس الكل في القيروان وخارج من القيروان باش يجيو ويمارسوا الرياضة هذه في النادي نتاعنا. طب دكتور محمد ليوان، رئيس نادي التنس في القيروان، في الأسبوع هذا في العطلة ذي دونك ينظم نادي التنس الدورة الوطنية للاعبي التنس اللي أقل من 12 سنة. المشاركين قرابة 190 مشارك، واليوم تشرفنا بحضور سيدة سلمى المولي الجزاني رئيسة الجامعة التونسية للتنس. القروان كنا من الناس اللي مبجلين، ساندتنا في برشا حوايج، اهم حاجه هو الانفراستركتور وعلى البنيه التحتيه نتاع الكلوب. عندنا اكستنسيون نتاع تيران كبير كور سنترال، ان شاء الله زاد وعدتنا باش تعاوننا فيه، وخلينا هي بعض المفاجات باش تكمل من بعد مع عبد الله معاك تعطيكم الصحيح. كثم سكوب اخر هو انه الدوره نتاع الكريتيريوم اللي تسمى، وهو مشروع ديول للدكتور عبد الطيف غرس الله، دونك مش تسمى ابتداء من السنه دوره الدكتور عبد الطيف غرس الله الكريتيريوم نتاع القروان. اسمي ميار نسوار، انا من القروان. اليوم لعبت ماتش مع فريال،
ربحت وعملنا زيادة ماتش باهي مزيان، كانت باهي اللعبة وصعيبة، أما أنا بالعزيمة بتاعي ربحتها 6-4. صحابي شجعوني وأنا شجع، طبعا على ذكا هم شجعوني وأنا عجبني التشجيع بتاعهم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.